في الأيام جلست على إرث نبي من أجلي، هذا نبي يجلس معه، ها يجلس يوم أنت جلست على إرثه من أجلي وتقرب إليه، هذا نبي الآن جلس معه. الله الله الله، بما أسلفتم في الأيام الخالية. من كان في أيامه الخالية ما له مجالسة مع السنة مع الذكر مع الكتاب مع المواريث النبوية، وبغى بيجلس مع النبي في الآخر يقول له إيش أسلفت في الأيام الخالية؟ جالست إبليس روح عنده، جالست الغافلين يجلس في الآن مع الغافلين، جالست الفساق الآن يجلس مع الفساق، إن جلست مواريث نبي تعال يجلس مع النبي. بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية، ما أسرع مضيها من أيام. نحن اليوم وياكم في